مساء الخير أحبائي وأعزائي، كل عام وأنتم بخير، ويا رب دايما تكونوا في أحسن حال وأحسن خير. هناك الجهلاء، وهناك الحكماء، وهناك من لا يدرس، وهناك المثقف، وهناك الأبلة، وهناك الناصح، ولدينا شخص، يعني نقدر نقول شخص جاهل لا يبقى شيء، ولكن ليس لديه علم ولا ثقافة، وهو رد عاجل على جهل عبد الله رشدي عقب ما قالوا عن آيات الكتاب المقدس والسيد المسيح. الأخ الجاهل عبد الله رشدي عقب ما قالوا عن آيات الكتاب المقدس ويدل على جهله، بيقول الرد على جهل عبد الله رشدي بنص قول السيد المسيح: يا أولاد الأفاعي، بيقول عبد الله رشدي ان المسيح شتم الفريسيين بانه وصفهم اولاد الافاعي. تعالوا نشوف مدى جهله في متى 12 34: يا اولاد الافاعي، كيف تغمرون ان تتكلموا بالصالحات وانتم اشرار؟ فانه من فضلة القلب يتكلم اللسان. الخلفية الحضارية للنص: تعالى يزعم البعض ان كلمة اولاد الافاعي هي مجرد شتيمة دون النظر للمعنى او حتى رؤية الاية كقطعة ادبية ذكية. فيجب فهم مفهوم الافاعي والثعابين بشكل عام في مجتمع القرن الاول. فالمجتمع يتألف من بشر لهم خلفية يهودية، وحتى في الثقافة اليهودية كلمة الافعى او الثعبان لا تعتبر بطريقة سلبية. فعند النظر في ايات انجيل متى نجد اشارة موجهة للمسيحيين من خلفية يهودية. فالمسيح نصح تلاميذه انهم يكونوا مثل الحياة والافعال. اول حاجة في متى 10 16، هذه الايات مثال لمن يعتقد ان الكلمة تأتي بمفهوم سلبي او انها شتيمة، وكانت التعبير في الثقافة اليهودية لها معنى حسب السياق. وهذه الخصائص تنطبق على ايضا على الاسود والدببة والثعالب والكلاب. فالاسود يشار اليها كتابيا، فالاسد يستخدم اشارة الى سلطة يهوذا في تكوين 49 9. وأيضا هناك وجه إيجابي، فالمسيح في يوحنا 3 14 16 عن رفع الحية النحاسية وأشار إليها كرمز قوي للشفاء الواردة في سفر العدد 21 9. وكانت علاقة الإغريق ورؤيتهم للأفاعي والثعابين أكثر تعقيدا من اليهود. ففي الثقافة اليونانية التعابين صالح مقدس أو شرير مقدس، فحتى في شره ليس سيء فحسب، بل هو إله من الآلهة. والتعبان أيضا هو مثال للحكمة في أثينا والعالم الآخر، وهناك إله الشفاء اليوناني والدواء. ونجد إن بعض البطارقة تمسك عصا تحمل أسنان من الثعابين كرمز للسلطان الرعوي والحكمة والنشاط وربما الشفاء. فكلمة يا أولاد الأفاعي تشير بالأكثر إلى معنى رمزي بحسب سياق لوقا المجتمعي. فالشيطان في الفكر الكتابي هو رمز للحية، فطرح التنين العظيم الحية القديمة المدعو إبليس والشيطان الذي يضل العالم كله طرح إلى الأرض، وطرحت معه ملائكته في رؤيا 12 9. وقال الرب يسوع: أنتم من أب هو إبليس، وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا، أي أنتم أبناء هذه الحية يا أبناء الشياطين. وفي كورنثوس: ولكنني أخاف أنه كما خدعت الحية أو كما خدعت الحية حواء بمكرها، هكذا تفسد أذهانكم عن البساطة التي بالمسيح. وكان الشرير يشير لأنه ابن إبليس، سفر أعمال الرسل 13:10، وقال: أيها الممتلئ كل غش وكل خبث، يا ابن إبليس، يا عدو كل بر، ألا تزال تفسد سبل الله المستقيمة؟ رسالة يوحنا الرسول الأولى 3:8. من يفعل الخطية فهو من إبليس، لأن إبليس منذ البدء يخطئ. لأجل هذا أظهر ابن الله لكي ينقض أعمال إبليس. ففي سياق كلام المسيح الذي ارتطعه عبد الله رشدي اتهم الفريسيين اتهامه أنه يخرج الشياطين ببعل زبول، أما الفريسيون فلما سمعوا قالوا: هذا لا يخرج الشياطين إلا ببعل زبول رئيس الشياطين. فسياق النص يوضح ربط المسيح أنهم هم أبناء الشياطين، لأنهم لا يقبلون عمل الله ويجدفون عليه. يقول: كانت الأفاعي بمثابة رمز مجازي للشر الشيطاني وأيضا النباتات السامة. فمن بداية التكوين رمزا لمجيء مخلصنا أنه سيأتي من نسل المرأة الذي سيسحق رأس الحية بينهم، ويتهمهم
ربنا انهم اشرار، ورد هذه الكلمات يوحنا المعمدان بان قلوبهم مليئه بالحقد ويتحالفون مع الشيطان، لذلك كنز قلبهم شرير. وهذا الاسلوب قديما مستخدم في اشعياء 59، ها ان يد الرب لم تقصر عن ان تخلص ولم تقل اذنه عن ان تسمع، بل اسامكم صارت واصله بينكم وبين الهكم وخطاياكم سترت وجههم عنكم حتى لا يسمع، لان ايديكم قد تنجست بالدم واصابعكم بالاسم، شفاهكم تكلمت بالكذب ولسانكم يلهج بالشر. ليس من يدعو بالعدل وليس من يحاكم بالحق، يتكلمون على الباطل ويتكلمون بالكذب، قد حبلوا بتعب وولدوا اسما، فقصوا بيض افعى ونسجوا خيوط العنكبوت، الاكل من بيضهم يموت والتي تكسر وتخرج افعى. بيض الافعى هنا تشير لان بيض مميت حسب النص، والى الشر، ووصف المسيح ان فيض قلب الفريسيين شرير. اذا وصف المسيح الفريسيين بكونهم اولاد الافاعي، اي انهم ابناء الشيطان، لانهم تكلموا بالغش انه يخرج الشياطين ببعل زبول حسب سياق النص. ولكن عبد الله رشدي دائما يتحفنا بجهله، او يعني بيتحف الناس بجهله ليكون للبركه. نقرا عن فريق اللاهوت الدفاعي. وخبر اخر، وهو خبر بيان عاجل لجمهوريه مصر العربيه بعد تفجير مسجد ووقوع اكثر من 200 قتيل. الحقيقه بيان عاجل ادانت مصر التفجير الارهابي الذي استهدف مسجدا في مدينه بيشاور الباكستانيه ونتج عنه سقوط عشرات القتلى والمصابين. وقال ببيان صادر عن وزاره الخارجيه: تدين جمهوريه مصر العربيه اليوم 4 مارس الجاري بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجد بمدينة بيشاور الباكستاني وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات. مصر تعرب عن تعزيها لحكومة وشعب باكستان، وتعرب مصر حكومة وشعبا عن خالص تعزيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب باكستان الصديقة وتمنيتها بسرعة الشفاء لكل المصابين، مؤكدا تضامنها ووقوفها مع باكستان في مواجهة الإرهاب بكافة أشكاله. طالع الخبر، قالت الشرطة الباكستانية أن انتحاريا استهدف مسجدا شيعيا في مدينة بيشاور شمال غرب البلاد، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 56 مصليا وإصابة 200 شخص، عدد كبير منهم في حالة حرجة، وذلك في أحدث إحصائية بشأن العدد القتلى فيها الهجوم الذي وقع خلال صلاة الجمعة. بحسب ما نقلته شبكة ABC نيوز الأمريكية، بينما قال مسؤولون في المستشفى ان انتحاريا فجر نفسه داخل مسجد للمسلمين الشيعة في مدينة شمال غرب باكستان، خلال مما اسفر عن مقتل ما لا يقل عن 57 مصابين واصابة 200 شخص. ولفتت ABC نيوز الى انه لم تعلن اي جماعة مسلحة مسؤوليتها عن الهجوم، الا ان تنظيم داعش الارهابي وحركة طالبان الباكستانية سبق لهم تنفيذ مثل هذه الهجمات، موضحا الى ان حركة طالبان الباكستانية وهي جماعة مسلحة منفصلة عن طالبان في افغانستان نفذت هجمات مماثلة في الماضي في المنطقة الواقعة بالقرب من الحدود مع افغانستان المجاورة. متحدث باحد المستشفيات: عديد من الجرحى في حالة خطرة. وبحسب المتحدث في المستشفى عاصم خان، فان العديد من الجرحى في حالة حرجة، فيما تناثرت الشظايا في عشرات الضحايا وبترت أطراف العديد منهم، وأصيب آخرون بجروح بسبب الأنقاض المتطايرة. وقال قائد شرطة محمد إعجاز خان أن العنف بدأ عندما فتح مهاجم مسلح النار على الشرطة خارج المسجد في مدينة بيشاور القديمة، وقتل شرطي بالاشتباك وأصيب شرطي آخر، ثم ركض المهاجم داخل المسجد وفجر حزامه النساء. وقال معظم جاء أنصار كبير مسؤول الشرطة بإقليم أن الانتحار وضع عبوة ناسفة قوية على جسده مليئة بالمتفجرات بخمسة كيلو جرامات 12 رطل، وهذا من الوطن. أحبائي وأعزائي، مع كل تعزيتنا لكل المتوفين ونطلب الشفاء لكل المصابين، جعل الله مصر ذخرا وأجمل شيء مصر العزيزة. يا رب ابعد عننا الغلاء والوباء، وابعد عننا كل مرض، وابعد عننا الشيطان الشرير والجهلاء مثل محمد رشدي وغيره. شكرا لكم احبائي واعزائي، ولا تنسوا الاشتراك بقناتي قناه الملك الامين، مع حب واعزازي لكل مشتركي القناه. سلام الرب يكون معكم، امين.
مساء الخير أحبائي وأعزائي، أنا بشكر كل مشتركيني ومحبيني، وبنزل كل التعليقات سواء فيها مدح أو شتيمة أو إهانة. الناس اللي بتقول إن أنا بستغل المصايب اللي بتحصل للمسيحيين عشان من أجل الشهرة، أولا أنا بجيب من مواقع حقيقية وحاجات بتحصل حقيقية، سواء الأخ مينا بتاع أكتوبر اللي قالوا إن هو كان ضعيف البصر ووقع في بئر مصرفش. عايز أقول لكم إن دي حقيقة، ممكن يكون وقع لسبب معين. إن أنا وأنا ماشي في الشارع النهاردة يعني لاحظنا إن في فعلا بلاعة نصها مكسور، وبدون ما أخد بالي وأنا راجل ليا نظر قوي كنت يعني ممكن أقع في هذا البئر المصرفي. مش كل حاجة نقول ده فكر داعشي، فكر إخواني، أصل قتلوه، أصل عملوه، مفيش داعي لكل الكلام دوت. ولا نتهم الدولة، الدولة فيها وما يكفيها عندها، كفاية الغلاء والوباء اللي احنا عايشين فيه وحالة الفقر المدقع اللي وصل له الشعب، معظم الشعب المصري اللي أصبح بيعاني من الغلاء الرهيب أوي. كل اليوم أسعار بترتفع والتجار الجشعين بيستغلوا هذه الفرص. وبالرغم من كل الكلام دوت إن الدولة بتحاول إنها تعمل توازن لهذا الكلام، لكن طبعا إحنا عارفين إن نسبة كبيرة قوي من الشعب المصري بيعاني وهو تحت الفقر، فلازم إحنا نبقى دايما نحس بنفسنا. ربنا حذرنا وبفيروس كورونا، والناس كلها بدأت تنضم وتتضرع وتقول يا رب، ولكن عادت ريما لعادتها القديمة. أخبار مش تمام اللي حصل. طبقا لمراجعة الكاميرات، أخونا مايكل لويز بيقولوا إنه قفز في هذا النيل، ولماذا؟ هل الكلام ده حقيقي؟ أسرة تتدمر بسبب هذا الكلام. أعتقد صدرت أنباء إنه بعد مراجعة الكاميرات في مكان حادث مايكل لويز تبين أنه تحرك بالسيارة أعلى كوبري الساحل ونزل قفز فيه، وفي هذه الحال فهي ثالث حالة سيئة هذه السنة. وفي جانب آخر، كشفت ناجي إلياس إحدى أقارب الشاب القبطي المسيحي مايكل لويز تفاصيل العثور على جسده من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. بتقول مايكل لويز لقوه في قاع النيل مش مقتول، محدش عارف لسه تفاصيل، وهو يبقى ابن خال بابا، بس فلوسه وحاجته موجودة وعربيته كمان. وبتقول منهم لله، هنفضل لامتى كده؟ واحنا ليه بنتهم الناس التانية؟ ونشر مستر امير مصدر مقرب موثوق منه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة هذا الشاب المختفي مايكل لويز، وكتب عليها مايكل لويز وجد وعلامات استفهام. سيناريو الخطف والترويع والتهديد والقتل مستمر بكل ألوانه. من هو وراء قتله؟ من وراء قتل مينا؟ الأمر الآن تحت يد النيابة، ورب الحالة شايف وعالم، وهو القدير يرد دم أولادنا. وأضاف هذه الجريمة والإرهاب لا يخرج إلا من تحت يد عناصر الإخوان والدواعش، العناصر النائمة لصنع بلبلة وكسر الثقة بين المواطن والدولة. وعلق أحد الأشخاص بكنيسته قائلا الخبر صحيح، مستر أمير مش بينزل خبر غير لما يكون متأكد منه. ليه دايما بنبص ونشوف إن هو ده الحدث الخطأ؟ هل كل إنسان بتبحث عنه الإخوان، هل هذا شخصية عامة من أجل أو شخصية مرموقة لهذه الدرجة، لدرجة ان الاخوان او الدواعش يتفرغوا لهذا الامر؟ مينا اتقال عنه انه كان نظره ضعيف وما كانش بيشوف وسقط في البئر. الاستاذ مايكل لويز
قد يكون شخصية معروفة بالنسبة لأهله وأقربه، ولكن هو ليس شخصية عامة مسيحية، ليس هو البابا أو قديس، أو ليس هو أسقف معروف، إنما شخص قد يكون ربما شخص يعني هادي الوديع وكل هذا الأمور، ولكن لا ينتج عن ذلك أن يكون حدث إرهابي. أحبائي وأعزائي، أرجو من كل إخوتي ألا ننشر أخبار كاذبة وأخبار ضادة، لأن كل ده بيأثر على الدولة وبيأثر على الوحدة الوطنية. وإن إحنا نعمل حاجة فتنة طائفية بسبب أحداث شخصية أو أحداث عادية زي الموضوع اللي حصل في المنيا، ده موضوع، وزي ما قلنا موضوع طار صقر حصل. وطبعا 6 أغبياء، 6 يعني ما عندهمش قلب ولا وعي، يقوموا بالطار ويقتلوا 3 أشخاص مسيحيين في المنيا. ونيجي نقول أصل المحافظ، أصل الوزير، أصل دولة، أصل مش عارف إيه. طب ده طار، إيه علاقة الدولة بالطار اللي حصل؟ إيه علاقة الوجود نقول إنهم دول 3 أشخاص مسيحيين؟ 3 اتقتلوا من 6 أشخاص مغفلين، 6 أشخاص مضللين، 6 أشخاص جهلة. وده اللي ورا الموضوع ده كله بالأكتر الجهل، عدم وجود الثقافة، عدم وجود العلم، نتيجة إن في ناس كمان بتعلمهم الغلط، فالمبادئ والأخلاق ما بقتش موجودة. عشان كده لازم نرسخ في أولادنا الأخلاق، ونرسخ في أولادنا الأدب، ونرسخ في أولادنا احترام الصغير قبل الكبير، عشان تبقى دولة منظمة ودولة كبيرة. الله المحب، الله العادل، علمنا إن احنا نقول إيه؟ أحبوا أعداءكم، باركوا لعينيكم، أحبوا الذين أبغضوا إليكم. السيد المسيح رب المجد تحمل العذاب والألم والشتيمة والإهانة، وإحنا في أيام صوم مقدس، الصوم الكبير اللي كلنا بنتمتع فيه، وبنحاول نرفع أرواحنا وبنرفع قلوبنا لربنا، ونقول له يا رب خليك معانا في كل وقت وكل ضيق. انا واثق تماما احبائي اعزائي ان احنا ان شاء الله هنكون بلد كويسه. طول ما انت قريب من ربنا هتحس، واكيد هتلاقي ان في اخبار ساره حلوه هتجيلك. ثق تماما، كن قريب من ربنا تماما، وتضرع اليه وقول له يا ربي اين هي قلوبكم؟ نقول له هي عند الرب. انا مش بوعظكم ولا بقول حاجه جديده، لكن انا بطلب منكم انكم تكونوا دايما في احسن خير واحسن سلام. شكرا لكم احبائي واعزائي، واتمنى لكم كل خير وسلام. يا رب تكونوا في احسن خير. سلام الرب يكون معكم، امين. لا تنسوا اشتراككم بقناه الملكه والامير. صباح الخير احبائي واعزائي، مع قناتكم قناه الملكه والامير. الحقيقة الأمر أصبح يعني حاجة مؤسفة للغاية، حاجة مخجلة للغاية لما يحدث في المنيا حتى الآن. منذ البدء والمنيا فيها يعني تعصب وتحزب وحاجات غريبة جدا جدا، وكل محافظ يجي في المنيا مش قادر يسيطر. أنا عارف إن المنيا هي عروس النيل وأكبر محافظة في المحافظات، يعني مساحتها كبيرة جدا جدا وبتشغل ناس، وللأسف مفيش يعني التعليم بسيط، وعايز أقول لا مش التعليم، الجهل، التخلف مازال موجود، والتعصب مازال موجود، وبيان عاجل من الداخلية بعد ما حدث لهؤلاء الثلاثة الأقباط واللي عملوا في جسمهم. خصومة سائرية وراء الواقعة الداخلية تكشف تفاصيل تداول بما حدث لجسد هؤلاء الأشخاص المسيحيين. كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفاصيل ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية بشأن قيام بعض الأشخاص بالتمثيل بجسامين آخرين على خلاف الحقيقة. إزاي؟ بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه
تبلغ لمركز شرطة ملوي من الأهالي بالعثور على جسامين 3 أشخاص مصابين بطلقات نارية داخل قطعة أرض زراعية مملوكة لهم. وعلى الفور تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من تحديد وضبط 6 أشخاص مقيمين بدائرة مركز شرطة ملوي لقيامهم بارتكاب الواقعة داخل قطعة الأرض المشار إليها لسابقة وجود خصومة سائرية مع عائلة المبني عليهم، وبحوزتهم 2 بندقية آلية 2 بندقية خرطوش عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة 3 خزينة آلية فرد خرطوش سلاح أبيض سنجة واضح أنهم اسم يعني حاجة غريبة أو كل الأسلحة دي والشرطة لا تعلم بهذا الشيء. وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب خلاف سائري بين الطرفين وأنه لم يتم التمثيل بجثمان المجني عليهم. يا حرام، يعني هو الفكرة أو المشكلة أنهم ممثلوش بالجسامين بتاعتهم. وتمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من تحديد وضبط 6 أشخاص مقيمين بدائرة مركز شرطة ملوي لقيامهم بارتكاب الواقعة داخل قطعة أرض المشارة إليهم لسابقة وجود خصومة سائرية مع عائلة المجني عليهم، وبحوزتهم 2 بندقية 2 بندقية آلية 2 بندقية خرطوش عدد من الطلقات وزي ما قلنا. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب خلاف سائري بين الأمن يتم التمثيل بجسمين المجني عليهم، وهذا نقلا عن جريدة رسمية جريدة الجمهورية. يا موضوع يعني حاجة غريبة جدا جدا، يعني عايز اقول ان برضو ما زالت المواضيع فيها نوع من التعتيم زي ما حصل مع مينا وحصل مع غيره. انا مش عارف لحد امتى هنقدر نقول الكلام الحي. كمان عندنا بيقول لك كشف حقيقة التمثيل. كشف حقيقة التمثيل هتكشف لإيه؟ كشف طبي يعني ولا إيه؟ ما علينا. طب يا عم عايز تقول إيه تاني؟ بيقول لك كتب الأخ علاء عمران، طبعا علاء عمران لازم يشهد لأهله، كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على بعض المواقع بشأن قيام بعض الأشخاص بالتمثيل، وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداولهم وتتمثل بانه تبلغ لمركز الشرطة. وعلى الباور تمكنت، ونفس الكلام واضح انه كوبي بيست، واضاف انه تم بالفحص تبين عدم صحة ما تداوله تتمثل في انه تبلغ لمركز الشرطة، ونفس الكلام مفيش اي جديد ومدى التعتيم. القصة الحقيقية لراهب عاش لمدة 400 سنة، هل الكلام ده حقيقي ولا مش حقيقي؟ ظهرت مؤخرا شائعات مريبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول راهب مسن وصل سنه ل 399 عام، واصطحبت تلك القصة المروجة عبر السوشيال ميديا صورة لشخص مسن للغاية يقال انه عاش حوالي 4 قرون من الزمن. وزعم رواد السوشيال ميديا ان هذا الشخص راهب بوذي عاش من 1623، هو نفس القرن الذي توفيت فيه زوجة ويليام شكسبير وهذا الراهب. وبحسب صحيفة ديلي ستار لم تدم هذه الشائعة كثيرة بعد أن ظهرت شائعات زائفة أخرى حول هذا الراهب، حيث قال آخرون أن هذا الشخص راهب يصل عمره ل 163 سنة. فيما أفادت الصحيفة إن إذا كان هذا الراهب قد عاش حوالي 400 سنة على هذا الكوكب، فسيكون العلماء متحمسين لاكتشاف أسرارها والمؤرخين البائسين لتوثيق آرائها حول أي شيء من الثورة الفرنسية إلى اندلاع الحرب العالمية الأولى. بينما يعتقد بعض العلماء أن الحد الأقصى لعمر الإنسان هو 150 سنة وفقا لإحدى الدراسات. وأوضحت الصحيفة أن هذا الشخص المعمر يدعى لوانج بويا أي لون وانج تا، هو راهب بوذي يشاع أنه عاش إما 163 أو 399 لكنه بالواقع 109، وإنه يعيش في تايلاند. وانتشرت مقاطع فيديو خاصة به على نطاق واسع حيث شوهد وهو نائب وبجانبه فتاة تصلي من أجله راهب. وأشارت الصحيفة إلى أنه يزال أمام لوانج فويا طريقا طويلا ليصبح أكبر شخصا معبرا على وجه الأرض. وأفادت الصحيفة أن أكبر معمرة على الإطلاق عاشت حتى 122 عام أو 164 يوم،
وهي الفرنسية جين كلمنت، وأكبر معمرة على قيد الحياة حاليا هي اليابانية كين تانك البالغة من العمر 119 سنة، والتي ولدت في 2 يناير 1903. المواضيع صراحة حاجات غير واقعية وحاجات كده بحس انها يعني مؤلفة، عشان زي ما بيقولوا ايه، الكلام يخطر والكلام يتقال، لكن طبعا انا مش مع كل الكلام دوت ولا اي حاجة. طيب، بيان عاجل لجمهورية مصر العربية تعلن لمن صوتت. احبائي الاعزاء، صباح الخير احبائي واعزائي من قناتكم، قناة الملكة والامير التي تعشق كل مشتركيها وكل محبيها. اشكركم على محبتكم وعلى كلامكم الجميل اللي بتطرحوه في التعليقات. الحقيقة كل يوم بيظهر في اخبار جديدة، وانا بحاول دايما اقبل الاخبار اللي انتم بتهتموا بيها. النهاردة من نصرانية بورسعيد في اول رد على ظهور نور من ايقونة السيدة العذراء. يا ترى هل الكلام ده حقيقة معجزة ولا بدعة ولا خرافات ولا ايه بالظبط؟ طبعا معجزات السيدة العذراء وظهورها زي ما ظهرت في الزيتون وظهرت في الوراق وظهرت في شبرا، العذراء لا محال انها بتظهر. دي ام النور، دي السيدة العذراء اللي الاسلام قال ولقد اصطفاها بين نساء العالمين، يعني ربنا اختارها اطهر السيدات في العالم كله. وبعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه ايقونة السيدة العذراء مريم بكنيسة الانبا بشوي ببورسعيد وهي تشع نورا، جاء اول تعليق من مطرانية بورسعيد على ظهور هذا النور من ايقونة السيدة العذراء. واكد القس ارميا فهم المتحدث الاعلامي لمطرانية بورسعيد ان هذا الحدث حقيقي وليس شائعا، واضاف حدث ذلك في يوم الجمعة الماضية 25 فبراير 2022 أثناء زيارة رحلة من الإسكندرية إلى الكنيسة ببورسعيد، وكان الزائرين وقتها يرتلون تمجيد للسيدة العذراء مريم أمام الأيقونة. وعندما قام أحد الأشخاص الزائرين بتصوير مقطع فيديو بهاتفه، ظهر نور شديد من أيقونة السيدة العذراء في الفيديو بشكل قوي. واختتم القصة أرمية فهم كلامه قائلا: حتى الآن ما زلنا نبحث في الأمر ونبحث عن الشخص الزائر صاحب الهاتف المحمول. وأشار إلى أن الحدث حقيقي والفيديو حقيقي، وقد أخذوا بركة كبيرة من هذه الأيقونة. وفي جانب آخر، السيدة العذراء مريم شفت سيدة عراقية مسلمة وعادت كليتها سليمتان، والمعجزة هي أنه في يوم 10 يناير سنة 96 ذهب أبونا بشوي كامل للندن حتى يتعالج، ودائما كان يهتم في كل مكان يذهب إليه أن يمجد للقديسين ويزين أيقونة السيدة العذراء بالورود رغم ألامه الشديدة. كمان يعني الكلام ده كلام رائع جدا جدا، وإحنا عارفين السيدة العذراء بتعمل معجزات كتيرة وحاجات رائعة جدا جدا. عندنا صباح الخير احبائي واعزائي، كل عام وانتم بخير. جريمه بشعه، مقتل 3 اقباط مسيحيين بملاوي وتقطيع جثثهم بالسطور واحتفال الجناه بالطبل. هذا امر مؤسف جدا، الجريمه البشعه، مقتل 3 مسيحيين بملاوي وتقطيع جثثهم بالسطور واحتفال الجناه بالطبل. روى عصام يوسف ابن الضحيه الجريمه التي هزت قريه افشادات مركز ملاوي محافظه المنيا، التي تم فيها مقتل 3 اقباط مسيحيين وهما يوسف وعفيف يوسف وبشرى يوسف، وتم التمثيل بجثثهم، وكل ذلك بداعي الاخذ والصقر منهم. وبعد مقتلهم باطلاق النار ظلوا يرقصون على جثثهم. ماذا حدث في هذه الحياه؟ واضاف عصام قائلا ان والده وشقيقه وعمه تعرضوا للهجوم من قبل البناء اثناء عملهم بالزراعات بالاسلحه الاليه، ثم مثلوا جثثهم باستخدام الاسلحه البيضاء والسطور والجناة. الذين فعلوا ذلك هما 6 اشخاص يقومون بقريه جعوير، وقطعوا جثث المقتولين الاقباط بالسطور وعادوا الى قريتهم وهم يحتفلون بعهد الصقر. واكد عصام ان والده وشقيقه وعمه لا يعلمون بشيء عن هذا الصقر الذي يقول عنه الجناة، واشار الى ان هذا الصقر وقع منذ 70 عاما، ووالده وقتها كان طفلا، وما حدث لهم جريمه بشعه وحولت قريه افشادات مركز ملاوي محافظه المنيا لصراخ وعويل، بالاخص ان شقيقه
متزوج ولدي وستة أبناء واختتم عصام أن أحد الجنية عندما ارتكب هذه الجريمة سلم نفسه للشرطة وقال لهم إنه قام بذلك مفرده وحتى ينتقم للصقر منه ولكن منهم ولكن أهالي قرية إرشادات مركز ميلان محافظة المنيا شاهدون على أنه كانوا ستة أشخاص وما فعلوها دمروا ثلاثة أسر دون ذنب ودون أن يعلموا أي شيء عن الصقر. هي دي المنيا وهي دي الحقارة وهي ده الشعب المنياوي الشعب الحقير اللي ما عندوش أي نوع من يعني أقول إيه ما عندوش أي نوع من الإحساس ولا عنده نوع أي حاجة محترمة. يعني الشعب المنياوي أنا مش عايز أقول شعب لأن المنيا فيها ناس كتير محترمة لكن الناس السفلة اللي بيعملوا كده دول أكيد ما يعرفوش ربنا. عاجل جدا مقتل 5 أشخاص في إطلاق نار داخل كنيسة بالولايات المتحدة بينهم أطفال. عاجل جدا مقتل 5 أشخاص في إطلاق نار داخل كنيسة بالولايات المتحدة بينهم أطفال. أعلنت الشرطة الأمريكية اليوم الثلاثاء مقتل 5 أشخاص من بينهم المشتبه به في حادث إطلاق نار داخل كنيسة في ساكرامنتو بكاليفورنيا. وقالت الشرطة الأمريكية أن المشتبه به في حادث إطلاق النار من بين القتلى بالإضافة إلى أطفال الثلاثة جميعهم أقل من 15 سنة وبدأ الحادث قبل الساعة 5:30 صباحا مساء اليوم الاثنين بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية عندما تم استدعاء الضباط عقب إطلاق نار داخل كنيسة في ساكرامنتو التي تقع عن طريق كذا. وأشارت التقارير إلى ذلك بإطلاق النار على 5 أشخاص على الأقل وأكدت إدارة الأتوبيس مقتل 5 أشخاص عدد ضحايا بينهم طفل ولم تؤكد الشرطة بعدد العدد الدقيق للضحايا. وقد نشرت أيضا جريدة الوطن عن تلك الجريمة أب يقتل أطفاله الثلاثة ثم ينتحر في كنيسة أمريكية بالولايات المتحدة ويقتل 5 أشخاص قتل 4 أشخاص بينهم 3 أطفال نتيجة حادث إطلاق نار في مبنى كنيسة بمدينة ساكرامنتو بولاية كاليفورنيا الأمريكية. وأشارت قناة سي بي سي الأمريكية نقل عن الشرطة المحلية إلى انتحار مطلق النار ضحية 5 لا تتوفر معلومات عنه. وقال مكتب شريف مقاطعة ساكرامنتو أن أبا أطلق النار وقتل أطفاله الثلاثة داخل الكنيسة قبل أن يطلق النار ويقتل نفسه مضيفا أن هناك ضحية 5 لكن لا توجد معلومات معروفة عنها. رحم الله مصر رحم الله كل من عاش بها. وخبر أخير وهو موعد زيادة أسعار السجاير المحلية. أعلنت شركة الشرقية إيسترن كومباني عن زيادة أسعار منتجاتها من السجائر على أن يتم اعتبار من اليوم الثلاثاء اليوم الأول من 1 مارس 2022 وذلك بقيمة جنيها واحدة. وجاءت ذلك الزيادة استكمال القانون التأمين الصحي الشامل وأرسل صدر البلد أسعار السجائر قبل الزيادة وبعدها ارتفع سعر مونديال أحمر أزرق سيلفر من 20 إلى 21 جنيه وسعر مونديال سويتش باليومونتول من 23 إلى 24 وسعر كليوباترا بوكس 10 من 10 جنيهات إلى 11.5 جنيه. ارتفع سعر سجاير بوستون وبلومونت من 18 إلى 19.5 وسعر كليوباترا كينج سايز من 17 إلى 18.5. ارتفع سعر سجاير كليوباترا سوفت كوين.